الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات ريتا أسعد السكفوري وجاد فاضل على الهندسة الصوتية. العناوين. طابت أوقاتكم، عواصف التأليف مؤجلة، ورياح السبت الأسود تضرب باريس، صدمات و575 موقوفا حتى الساعة. الرسالة الرئاسية المفترضة تتفاعل، وكرامي يغرد رافضا المس بصلاحيات الرئيس المكلف. واقع المدرسة الرسمية محور المؤتمر التربوي الأول، ورئيس الكتائب يطرح الحلول. الحل بهذا الموضوع أنه الدولة تحط مخطط توجيهي والدولة تقرر وين لازم يكون في مدرسة وين ما لازم يكون في مدرسة. بوتين أكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود مع لبنان، وزاسبكين يقول درع الشمال بروباغاندا. تسمع بيقولوا عن شخص طاير من الفرح؟ هلأ مقابل كل 200 دولار بتصرفها على بطاقات بنك بيروت بيطلع لك فرصة مش بس تطير من الفرح، تطير على البرازيل وتحضر كرنفال ريو دي جانيرو مع الشخص اللي بتختاره. العرض جاري من أول تشرين الثاني لأول كانون الثاني 2019، والسحب رح يكون على جايزتين لشخصين. ولتضاعف فرص الربح استعمل بطاقتك برات لبنان كمان. مش خبرية بتطير من الفرح؟ تطبق الشروط والأحكام. بنك بيروت معك لأبعد حدود. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24 على 24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. في فرنسا السبت الأسود انطلق في جادة الشانزليزي، صدامات واعتقالات بالمئات لناشطي السترات الصفر الذين رفعوا من مستوى احتجاجاتهم إلى حد المطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في لبنان رياح روسية لافتة لفحت عاصفة درع الشمال الإسرائيلية في الجنوب، وصفة إياها بالبروباغاندا. أما حكوميا فرياح الرسالة الرئاسية المرتقبة لمجلس النواب لا تزال تتفاعل. التباين المستجد بين بعبدة وبيت الوسط زاد من عمق الأزمة الحكومية وتعقيداتها، وارتسمت في المشهد الداخلي علامات استفهام حول مصير التسوية الرئاسية إذا صدقت مخاوف بيت الوسط مما تعتبره انقلابا رئاسيا على التكليف. يفترض أن يدشن أولى حلقاته رسالة رئاسية سيوجهها رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل، لوضعه أمام مسؤولياته فيما خص تعثر تشكيل الحكومة. والسؤال المطروح، كيف سيتعامل المجلس النيابي ورئيسه تحديدا مع المعطى المستجد، وإلى جانب من سينحاز؟ وهل سيسمح إطفائي عين التيني بالأصالة عن نفسه أو نيابة عن الحليف الشيعي الأقوى بنقل صراع السلطة التنفيذية إلى أروقة السلطة التشريعية، مع ما قد يستتبع ذلك من مخاطر اصطفاف وتحريك للشارع السني تحت شعار المحافظة على صلاحيات رئاسة الحكومة؟ بانتظار ما سيحمله الأسبوع الطالع من تطورات في المشهد الحكومي، لفتت اليوم تغريدة لعضو اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، أعلن فيها رفضه المساس بصلاحيات رئاسة الحكومة أيا يكن الشخص المكلف. وبينما يتبارى قطبا التسوية الرئاسية في شد حبال التأليف، يستمر انزلاق البلاد والعباد نحو هاوية المجهول اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا.
ووسط انعدام المبادرات السياسية الفعالة لإيجاد المخارج للأزمة الحكومية، تتعاظم الأعباء الاقتصادية والمعيشية على كاهل المواطن، وفي مقدمها أزمة الأقساط المدرسية، وباتت المدرسة الرسمية الملاذ الأخير لتخفيف الضغط عن الأهالي. ولكن كيف السبيل لتحسين أداء المدرسة الرسمية وزيادة عامل الثقة بقدراتها وسط التوجهات لعصر النفقات؟ سؤال حاول حزب الكتائب تقديم إجابة عليه في المؤتمر التربوي الأول للمدارس الرسمية، وتفاصيل لمروان الأدوم. شدد رئيس حزب الكتائب اللبناني أن أرسامي الجميل على ضرورة دمج وإعادة تجمع المدارس الرسمية في تجمعات نموذجية وتوفير مواصلات للتلامذة من المناطق المجاورة ضمن منطقة جغرافية واحدة وفق خطة استراتيجية تؤمن جودة التعليم عبر تجمع الكوادر التعليمية ووقف الهدر وترشيد صرف الإمكانات المالية والتقنية. طرح رئيس الكتائب جاء خلال المؤتمر التربوي الأول لجمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن الشمالي تحت عنوان المدرسة الرسمية نحو الأفضل، بحضور نواب المتن والهيئة التعليمية في القضاء ومعنيين من وزارة التربية. النائب جميل ذكر بأن هذا الاقتراح ورد في البرنامج الانتخابي لحزب الكتائب في الانتخابات النيابية الأخيرة. هذه مسؤولية وزارة التربية على مدى 20 أو 30 سنة اللي سبقت، منا مسؤولية وزير واحد أو مسؤولية مدير أو مسؤولية استاذ. المشكلة هو الأداء يلي كان عم بيحصل على صعيد الدولة وعلى الصعيد السياسي، يلي من وراء منطق المحسوبيات كل مسؤول سياسي أو كل زعيم بده يعمل دكانة بضايعته. الحل بهذا الموضوع انه الدوله تحط مخطط توجيهي والدوله تقرر وين لازم يكون في مدرسه وين ما لازم يكون في مدرسه. نسكر المدارس يلي بلزق بعضها ينجمعوا باطار مدرسه واحده، منخفف الكلفه على الدوله اللبنانيه ومنحسن المدرسه يلي بتصير مدرسه بكل معنى الكلمه. بإسهاب وبالتفصيل، اعطى النائب جميل ارقام تظهر الهدر وعدم التنظيم في بعض المدارس الرسمية التي يظهر فيها لكل طالب أو 2 أو 3 أستاذ، كما شرح الواقع المزري لعدد من المدارس وخاصة مدرسة مزرعة يشوع الرسمية. في مدارس بالمتن الشمالي هي بعدد التلاميذ المطلوب وبالمستوى المطلوب وبالتجهيزات المطلوبة وبالجودة المطلوبة وبكل شيء، وأنا بفتخر أقول أنه الأساتذة اللي عنا إياهم بالمدرسة الرسمية هن أحسن أساتذة موجودين حتى مقارنة بالمدرسة الخاصة. بالتالي ما عنا مشكلة مستوى، وبنفس الوقت عنا مدارس مش مقبولة. يعني اللي عم بيصير بمزرعة يشوع مش مقبول، ما بعرف كيف معقولة نقبل بهيك وضع. مستأجرين مقابر سابقة فضوها من الجسس وحطوا وجهزوها لتكون صفوف. النائب سامي جميل نوه بأداء جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن الشمالي والعمل الذي تقوم فيه في المتن، كما أشاد بكفاءة الأستاذ الرسمي الذي يعتبر من أهم الكوادر التعليمية في لبنان. الندوة تخللها كلمات لنواب المتن، حيث أكد النائب الياس حنكش على ضرورة تطبيق مشروع دمج المدارس من أجل جودتها. من بلدية جديد البوشري السد، مروان الدوم، صوت لبنان. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة الحفاظ على الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ميدانياً أكدت اليونيفيل أنها تواصل مراقبة الخط الأزرق بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، وستبلغ عن أي خرق لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وفقاً لولايتها، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال يحافظ على هدوئه في منطقة عمليات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني. وأعلنت الناطقة باسم اليونيفيل أن القوات الدولية اطلعت على تقارير الإعلامية التي تحدثت عن خرق حفارة إسرائيلية للخط الأزرق أمس، وتحققت بشكل مستقل من الخبر وتوصلت إلى أنه لم يكن هناك أي خرق. واليوم أطلقت قوة إسرائيلية النار في الهواء إرهابا بعد قيامها بالانتشار قرب الخط الأزرق في منطقة كروم الشرائي شرق ميس الجبل بسبب الضباب الكثيف، بعد تفاجؤها بدورية روتينية لاستخبارات الجيش اللبناني. وفيما تواصل إسرائيل أعمال الحفر بحثا عن أنفاق حزب الله،
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هوية العنصر من حزب الله الذي ظهر وجهه في فيديو. قالت إسرائيل إنه التقط داخل النفق المكتشف على الحدود. وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي أن الرجل هو الدكتور عماد فحص الذي ينتمي لحزب الله، وهو قائد وحدة مراقبة على الحدود مع إسرائيل، كما أنه قائد في وحدة الأنفاق. التأليف وعقده المستجدة بعد الفاصل. عند لو شاركوتيه ويجبني تبري بس ب 2495 ليرة، واللي جاي على العيد عروضات وتوفير أكيد. ما سر الأنفاق الحدودية؟ لماذا تضج بها إسرائيل ويصمت حزب الله؟ وماذا عن تداعيات حادثة الجاهلية؟ والتأليف إلى متى يغرق في مأزقه؟ غرازييلا خوري تناقش هذه المحاور وغيرها في كواليس الأحد مع العميد الركن المتقاعد جورج نادر والمحلل السياسي قاسم قصير. وهل تحضر إسرائيل لاعتداء جديد على لبنان؟ شاركونا آراءكم عبر تويتر هاشتاج كواليس الأحد. كواليس الأحد العاشرة والثلث صباحا من صوت لبنان. شغل الطرح الرئاسي بالعودة إلى مجلس النواب الأوساط السياسية على اختلافها، خصوصا وأنه فسر على أنه خطوة رئاسية تصعيدية في وجه الرئيس المكلف. النائب فيصل كرامي غرد عبر تويتر قائلا: يستطيع الرئيس الحريري أن يبقى مكلفا حتى نهاية العهد، ولا يوجد أي سياق دستوري يجيز سحب التكليف منه، وأنا هنا لا يمكن أن أقبل بالمساس بصلاحيات هذا الموقع أيا يكن الشخص المكلف. الوسيلة الوحيدة لإنهاء التكليف هي الاعتذار بإرادته، وكل إنسان يتحمل مسؤولية قراره. الرئيس فؤاد السنيورة وفي حديث لموقع المدن قدم طرحا جذريا لحل الأزمة الحكومية، مشيرا إلى أن ما يجري يحتاج إلى قلب الطاولة والذهاب إلى فرض حكومة من 14 وزيرا يتمثل فيها الأقطاب. النائب السابق عمار حوري وفي حديث لإذاعتنا قال أيضا: لا إمكانية لإعادة النظر في التكليف. نقطة أول سطر، لا إمكانية لإعادة النظر في هذا التكليف، لا على مستوى المجلس النيابي ولا على أي مستوى آخر. أنا أعتقد أن بعض التسريبات التي صدرت عن قصر الجمهوري لا تعبر برأيي عن حقيقة موقف رئيس الجمهورية. يعني بمعنى آخر، ما نقل بشكل أو بآخر وتم توضيح جزء منه عبر بيان عن قصر بعبدة لا يخدم لا عملية تشكيل الحكومة ولا يخدم الاستقرار السياسي في البلد، وفيه في مكان ما مس بصلاحيات رئيس الحكومة. النائب جورج عقيس وفي حديث لليوم السابع من صوت لبنان أيضا اعتبر أن التأليف يجب أن يخضع لتنازلات جمة. العقدة الحقيقية التي تعترض اليوم تأليف الحكومة هو نوايا جميع الفرقاء ووحدة أجندتهم. ما عم نشوف أنه أجندة الفرقاء السياسيين واحدة في لبنان. في جهات رابطة تشكيل الحكومة بأمور أبعد من قدرة لبنان على تحملها حاليا، وربطتها بصراعات خارج الحدود اللبنانية، وفي جهات داخلية يعني فعلا متحسسة لحراجة الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والأمني، وعم تضغط إما لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي جميع الأطراف ويعني تكون حصيلة تنازلات متبادلة من الجميع، أو إعادة تفعيل الحكومة المستقيلة حكومة تصريف الأعمال. نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ وفي حديث لليوم السابع أيضا قال إن المطلوب إنقاذ الجمهورية. فيما يتعلق بزيارة رئيس حزب الكتائب إلى بعبدة، نحن يعني لنا بالحزب تقريبا أكثر من أسبوعين أو ثلاث عم نشتغل على هذه الفكرة التي لا أريد أن أوصفها اليوم بحملها أكثر من أنه حزب الكتائب يبادر يتحرك. المطلوب اليوم إنقاذ الجمهورية في لبنان، ليس إنقاذ الحكومة، إنقاذ الجمهورية. المسألة أصبحت مثل ما عبرنا عنها ببياناتنا بالمكتب السياسي منذ
أسابيع عديدة أصبحت مسألة تضرب الكيان اللبناني مسألة بنيوية، وعندما يكون المصير بخطر، مصير ديمقراطي ومصير جمهوري بخطر، من الطبيعي أن تتحرك الكتائب بغض النظر عن الاصطفافات السياسية والخلافات من هنا أو من هناك. الصايغ تطرق إلى نتائج انتخابات الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا وأهمية الدور الألماني الداعم للبنان والوجود المسيحي. بتوقع أنه ما في رئيسة الحزب الجديدة يعني AKK إلا ما تعمل توجه تدريجي جديد حتى تنتج خطاب بيكون في اليمين يمين واليسار يسار على حساب الأحزاب اللي هي أكثر تطرف من اليمين من اليسار. هالعملية بدها تاخد وقت نظرا لوجود ميركل بمركز المستشارة، لازالت مستشارة لألمانيا، وبالتالي رح تبقى بالمركز الأكثر تأثير داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. كمان شغلة ملفتة، امبارح تأينا مع AKK وتحدثنا عن القضية اللبنانية والخطر الوجودي على الحرية بلبنان وكيف لبنان عم بروح تماما بحيث لا ديمقراطية فوضى ووضع يد عليه، عبرت عن تفاهمها واستمرار الانخراط الألماني بعملية الشرق الأوسط بشكل عام والالتزام مثل ما كانت ميركل مبلشي الالتزام الواضح بموضوع الحريات بلبنان وحماية الدور والحضور المسيحي في لبنان. الوزير السابق عدنان السيد حسين شدد في حديث لليوم السابع من صوت لبنان على أن لا حل للمشاكل العالقة إلا بحكومة تكنوقراط. إذا ما قادرين يا سياسيين تحلوهن، وأكيد مش قادرين لأنه جربناكن من عام 90 لليوم، جيبوا حكومة تكنوقراط اختصاص، وزير طاقة بيعرف بالكهرباء والمي وخلال سنة بيتعهد أمام اللبنانيين يقدم مشروع بدون كوميسيون. بدون كوميسيون يعني رقابة، يعني قضاء مستقل. أنا ما رح أقول أكثر من هيك عن القضاء، وما تحرجني أتكلم عن القضاء. القضاء لازم يكون مستقل. وصف النائب وائل أبو فعور اللقاء الذي حصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله بالودي والمثمر، لافتا إلى تشديد الحزبين فيه على عدم التراجع عن المصالحة والتفاهم وتنظيم الاختلاف الذي اعتمد منذ أحداث 7 أيار 2008. وأكد أبو فعور أن الحزب التقدمي الاشتراكي لا يمكن أن يقبل من الآن فصاعدا بالتلاعب الأمني باستقرار الجبل وأمنه تحت عناوين سياسية إنما تخفي غايات واتجاهات للعبث باستقرار أبناء الجبل. الوزير طلال أرسلان شدد على ضرورة بلورة إطار موحد يجمع العديد من الشخصيات والأحزاب الدرزية، موضحا أن الواقع الدرزي يحتاج إلى مراجعة كبيرة وورشة عمل دائمة. وأكد أرسلان أن لا استفراد بأحد